ولدي شحال دبره 42 سنه وانا ساكنه. كل شهر ولدي ملي كان المرحوم ملي مات المرحوم بقى تنخلص. قال لك صافي دابا قال السيد قول ما يبقاش يخلصوني انا معي خرجه غات خويا انا داري بغيتها. ولدي فين غنمشي دابا؟ دار معنا الاربع. الاربع قال لك اخر الاربع تخرجي. وفين غنمشي ولدي؟ لا لا جا عندي البارح جاوا البوليس عندي وقالوا لي قال لي تخرجي. صافي قال لي تخرجي يا لاله. قال لك يلا معنا المقاطعه. قلت له سيدي ما عندي فين نخرج. ولدي خدام يمكنش لي انا فين نمشي. صافي ولدي دابا انا ما نقدرش حتى نطلب المسؤولين وقفوا معايا وشوفوا الحل ديالي. الله يجازيكم بخير. ماشي سهله ولدي. كل شهر ولدي كل شهر توصي ديالي عندي يا ولدي. كل شيء جامع كل شيء جامعين ولادي كلهم. بغى يخرج لي قال لك على المحل ديالو. فين طويه وفين غنمشي ولدي؟ الكرم قلب حتى ولدي شهرين ثلاث شهور انا كنقلب على الكرم. وانا ولدي شحال نقول لك ربي اللي عالم بيا. انا راه فيا تفعفيعه ما حتى الهضره ما كتخرج لي مزيان. جا عندي ولدي للدار. جا عندي للدار قلت له ولدي تساعد معنا وعطاني شي بركه حنا باش والدار صلحتها ولدي. شي ضيعت على داكشي اللي قسم الله ما قال لي. المهم انا بغيت الدار ديالي. وكي عندي دابا انا ولدي انا ارماله فين غنمشي؟ ما عندي فين نمشي ولدي. الا ربي سبحانه وتعالى شاف فيا وكتبش عليه جاتني بحال الحقره. جاتني بحال الحقره. مجوجين ولدي مجوجين ساكن انا ولدي. ولدي معايا دابا ولدي. ولكن ولدي اش غايقول ولدي مسكين؟ هو قال لك امي. قال لك لا ربع غنديروا خويا وليد. قلت راه ولدي يجي له حلينا الحوايج في الزنقه كي غندير. كل شهر ولدي صافي دابا 3 شهور هذه. قال لي حبس لي. قال لي ما تبقيش تخلصيني. هو ما كيبغيش هو ما تيبغيش تخلص. قال لك صافي عاد تخرجوا تخرجوا. لا ماشي هو كيصيفط واحد السيد اخر. حنا والجيران والجيران اخرين تحولوا. حنا عفا عليا الله شرات المحل ديالها مشات تحولات. بقينا دابا حنا جوج سكان. عطاهم تفك معاهم وما قالوش لينا شحال. وحنا ما كنبغيش ولدي نسول. اياها ولدي كل شهر هذه تلقى في حبس 3 شهور 4 شهور. لا لا ولدي لا انا الفلوس كجمعهم حطهم عندي حيت اليوم غدا يقول لي الفلوس ونقول لي هما موجودين. ها هو صافي قال لك حتى تخرج بلا ما نبقى نتخلص من عندكم. بقيت انا واحد الناس جيراني صافي سيدي خرجوا سيدي عطوا الفلوس ولكن ما قالوش لي. انا ما سولتش وما قالوش لي. صيفطوا معايا بالسلامه المسامحه وشوف كل واحد الله يعاونه. حنا 8 سكان كلشي خرج كان احنا جوج. قال لك داري بغيت داري. قال لك بغيت نطيحها ولا ما نعرفها ولدي ما نكذبش عليك. احنا دارو نيت ولكن عيط فاهم معايا حتى اللي شوف فيا حتى انا ارماله. وقال لك السقوط ما عرفنا ولدي واش بالصح ولا لا الله اعلم. ولدي احنا ما عارفينش. انا ساكنه فيها قلت لك راه 42 سنه وانا ساكنه. ولدي ما بغيناش ولدي ما بغيناش نخرجوا مع العيب. انا قال لك داري قلت لي عاد تفهم معايا تفهم معايا ولدي. وداك الشيء حتى انايا راه ارماله والدري ما خدامش والله ولدي كنبكي وكنترعد ما نكذبش عليك. ما عندي طونسيون ما نكذبش عليك. تجي بحال الحكره وقال لي عندك شي عائله؟ سيري عندك. قلت ما نمشيش عند العائله. قلت له عاد يجي بعدا ولدي يحضر لي ولدي وشوفني. قال لي المهم الاربع الاربع نجيو نلقاو صافي حيدي الحوايج باش نبدلو القفل. انا ولدي فين غنمشي؟ كي غندير ولدي حوايجي كي غندير فين غنمشي؟ هادشي اللي كنطلب منه نطلب المسؤولين والناس يشوفوا فيا وهادشي اللي كنطلبوا. صافي ولدي ما كذبش عليك. ولدي ما كذبش عليا 42 سنه صلحت الدار ولدي. هو ملي بغى داره ولدي بعد حتى هو غيشوف فينا ونشوف ربي سبحانه وتعالى شي مسؤولين يشوف فيا وصافي ما نكذبش عليك. ونطلب منهم الله يجي الله يجازيهم بخير وما نكذبش عليك. راه الرعشه ما خلاتنيش نهضر. ما الله يهديهم وصافي. هادشي اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى والله يوقف معايا. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.